يا كابتن. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من ميادين، والتي تأتيكم بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الكبير النادي الأهلي بطرابلس، واللي يحتفل السبت بمرور 70 عاما من الإنجازات والانتماء والبطولات. ذكرى سعيدة تعيشها الجماهير الأهلوية بهذه المناسبة. قرر ميادين كالعادة المشاركة بتقديم التهاني والتبريكات لعقبال 100 عام. تعيش جماهير الأهلي طرابلس فرحة بذكرى تأسيس 70 التي تصادف يوم 19 من هذا الشهر، وسط حالة استثنائية لأن الجمهور الأهلوي يريد الحضور والابتهاج في مقر النادي، بينما المسؤولون عن الصحة في ليبيا يحذرون من التجمعات الكبيرة، ولأن أنصار وأحباء القلعة الخضراء من الصعب السيطرة على شعورهم وفخرهم واحتجازهم بالانتماء، تبقى مسألة الاحتفال أمراً لابد منه ومن الصعب السيطرة عليه. النادي الأهلي الطرابلسي أحد الأعمدة الرئيسية في الرياضة الليبية، يعد الفرح بذكرى عيده سعادة كبيرة للأحباء ولكل من يحترم تاريخ الكبار. هذا وتقوم الإدارة الآن بالتعاقد مع العديد من نجوم كرة القدم من أجل تدعيم الصفوف قبل المشاركة الأفريقية في كأس الاتحاد وقبل انطلاقة الدور المحلي في الفترة القادمة. مسيرة النادي التي استمرت للعقد السابع حملت الكثير من العباقرة والنجوم والذكريات والبطولات، ولم يغب فيها الشعار عن منصات التتويج في كل الألعاب، وكان دائما هو المصدر الأول للمنتخبات الوطنية، وكان أيضا النبض الحقيقي للأحباء من الطفولة إلى نهاية العمر. فلا تقترب من مشجع أهلوي في بيته الثاني ناديه، لأنه يعشق الكيان وسيبقى في كل الأزمان. ومن ميادين كل عام والمارد الأخضر بألف خير، حتى ينير الرياضة في ليبيا بتحفة نجومه وأبنائه المخلصين. نعم أعزائي المشاهدين، سنكون معا إن شاء الله لمدة ساعة عبر قناة ليبيا في ميادين لنتشارك أكيد الفرحة والسعادة بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس النادي الأهلي بطرابلس. سنحاول أن نتحدث عن جوانب الاحتفال وكذلك عن ماذا بعد، خاصة ونحن نعلم بأن مجلس إدارة النادي يقوم الآن بإبرام العديد من الصفقات. كانت البداية مع اللاعب على صعيد فريق كرة القدم مع اللاعب الدولي عبد الله بلعم، وهناك الكثير ذلك من الأسماء. إن شاء الله بعد قليل سينضم إلينا رئيس مجلس إدارة النادي، ولكن الآن نتحدث مع رئيس الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بطرابلس. لاستغلينا وجوده هنا في تونس الكابتن نصر الدين القاضي. كابتن أهلا وسهلا بكم، نورتنا في ميادين. أهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد مناسبة عظيمة أن احنا نكون موجودين. أقل حاجة أن احنا نعبر عن فرحتنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوب كل الأهلويين. طبعا استعدادات جماهير نادي الأهلي لهذا الحدث العظيم والكبير يليق بهذا الصرح الكبير، قلعة النادي الأهلي اللي فعلا كانت لها بصمة كبيرة في إطراء الحركة الرياضية والحركة الثقافية والحركة الإدارية على مستوى الإدارة في الإدارة الرياضية.
نحب في هذه الفرصة الطيبة نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الكبير اللي إن شاء الله يوم السبت القادم يكون حدث عظيم لكل جماهير نادي الأهلي في جميع ربوع ليبيا إن شاء الله. إن شاء الله كابتن مع الكمامة حتى هي الخضرة ما شاء الله. أكيد أكيد. علي بس شوية الصوت حتى لأن الكمامة الضعب نوعا ما من الصوت. كابتن منورتنا من جديد ذكرى 70 مع فترة من التوقف، الجمهور خاصة في ليبيا ما يحضرش في المدرجات، هناك طاقة كبيرة جدا يحاول أنه هو يقدمها. أعلمنا بأن حتكون هناك تجمعات في النادي احتفالا بالذكرى 70 كابتن. أكيد، لأن هذا الحدث يستاهل أن نكون احنا كنا متواجدين، مجلس الإدارة، جمعية عمومية، جماهير نادي الأهلي، محبين نادي الأهلي في كل ربوع ليبيا من خلال روابط المشجعين. طبعا كان ليهم دور كبير في الاتصال بكل الروابط على مستوى ليبيا كويس. وفعلا كان العمل منظم وكانت فيه حركة كبيرة داخل القلعة، طبعا تزامنت مع المنشآت والبنية التحتية اللي الآن يقوم بها مجلس الإدارة والهيئة العامة لشباب الرياضة. بالمناسبة نشكر الدكتور بشير القنطري اللي ساهم مساهمة كبيرة في أعطاء بصمة جميلة داخل النادي الأهلي من خلال مدرجات ملعب الهاشمي البهلول وبعض الصيانة اللي شملت مرافق نادي الأهلي. بعض المرافق في النادي. أسألك عن الجمعية العمومية، كيف التخطيط للاحتفال، كيف حتكون؟ والله الجمعية يعني من ينوب عنك غادي؟ الجمعية العمومية لها دور كبير طبعا. هي كانت في الأساس إن هي كان في تنسيق بينها وبين مجلس الإدارة ورابطة مشجعين نادي الأهلي، وكان لها دور في تشكيل لجان لهذا الحدث، وساهمنا مساهمة كبيرة في أن احنا أعطينا دفعة كبيرة للشباب أن هي تقوم بعمل داخل النادي وخارج النادي، وخلقت جو مناسب أن هي تعطي دفعة للشباب أنهم هم ينطلقوا للاحتفالية الكبيرة هذه. كويس. هو في من جمهور يقول لك خليه يكون احتفال عفوي ما يكونش بأكثر ممكن فيه بروتوكول وبرستيج كبير. والله هو نادي الأهلي القدر إجابه هيك، لأن نادي الأهلي بجماهيره الكبيرة وبتاريخه كبير، مهما تحاول أنك أنت تدير حفل بسيط يكون الحفل كبير في معناه وكبير حتى في عملية أنك أنت ممكن في بعض الأشياء تتغاضى لها لكن تلقاها موجودة بحكم اندفاع الشباب وحبهم لهذه المؤسسة. وبالإضافة قلت لك إن إحنا واقفة الحياة الرياضية ممكن. الحياة الرياضية واقفة زي ما قلت أنت، الحياة الرياضية واقفة والجماهير المتنفس الوحيد نادي الأهلي اليوم. طيب نسألك حتى في الجانب هو عن إحنا في جائحة الآن كابتن. أكيد. علمنا أن حتى للسادة المشاهدين بأن هيئة الشباب الرياضة حذرت من التجمعات، هذا الأمر من الصعب أن تفرض جمعية عمومية أو مجلس إدارة على الجمهور، ولكن على الأقل نقدم دعوة بأكثر أشياء احترازا أن إحنا حيكون هناك تجمعات ولا قدر الله في هذا الوضع الآن والوقت الحساس. إن شاء الله نسبق إن شاء الله يكون الشيء هذا ما يحصلش مع جماهيرنا كلها بصفة عامة وناسنا في ليبيا كلها. نتمنى أن الجائحة هذه تنتهي ونحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على شبابنا ونحاول بقدر الإمكان أن ما يكونش فيه احتكاك كبير، رغم أن الحدث يفرض أحيانا نفسه أنه يكون فيه تجمعات كبيرة، لكن إن شاء الله نتمنى أنه يكون فيه حذر من الشباب إن شاء الله، ويكون هناك احترازات ويكون هناك إن شاء الله بعد نهاية هذا الحفل ينتهي إن شاء الله على خير وألا ينضر أحد، وهو الهدف الآن الأهم كابتن. نعود بك للجمعية العمومية. الجمعية العمومية تقريبا سنتين توا كابتن. أيه أكيد. سنتين. شن الخطوات اللي ترى بأن الجمعية العمومية الموجودة برئاسة حضرتك اتخذتها ونجحت فيها في ظل العامين الآن؟ والله طبعا دورنا احنا كجمعية عمومية نتابعه في قرارات تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وبرضه نفس الشيء ان احنا نحاول تسهيل مهمة مجلس الإدارة ومتابعتها، وحرصنا كل الحرص ان يكون قراراتنا فيها نوع من الجدية وليس فيها تهاون، لأن سبق وأن كانت بعض القرارات ما كانتش في وجه المطلوب، فحاولنا أن احنا كلها نعالجوها
ونكونوا في صف واحد. عقدنا عدة اجتماعات تقابلية ووضحنا وجهة نظرنا احنا كجمعية عمومية بأن احنا مناش جاء مسلطة على مجلس الإدارة، بل تساهم أن هي تخليها في جو ملائم أن يشتغلوا كمجلس إدارة. وطبعا معي زملائي زي الأستاذ بالقاسم السويعي، زي الأستاذ صادق الأحراري، قوموا بدور كبير. بعض الموظفين معنا كجمعية عمومية تابعوا في كل خطوة ديرها مجلس الإدارة، واحنا ان شاء الله نكونوا دافع كبير لهم. يعني مجلس الاداره من استلامكم يرجع للجمعيه العموميه يستشير فيكم في أكيد في الامور الحساسه؟ اكيد سواء المراسلات نتاع مخاطبات في الجهات العامه ولا الخاصه داخل النادي، لابد انه يكون في صوره واضحه للجمعيه العموميه حتى تتابع العمل بتاعها، سير العمل بتاعها. طيب انت تكلمت على جزئيه مجلس الاداره الان، ولكن من يتابع مثلا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بطرابلس منذ سنتين لم يكن هناك اي اجتماع لكم مع الاعضاء، مع الجمهور، باعتبار ان احنا كان يفترض ان يكون فيه اجتماع مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي هي تتكون من كل المنتسبين داخل النادي، لكن لظروف المرض هذا كورونا وما ادراك حال دون ان نكون. احنا نتكلم على سنتين كابتن، يعني انت تو قلت لي احنا المرآة لمجلس الإدارة، يعني احنا بنكملوا مجلس الإدارة، ولكن أنتم كيف تنقلوا آراء الجمهور لمجلس الإدارة وأنتم لم تجتمعوا؟ احنا نعتبره خشين في السنة الثانية وليس سنتين. كويس، مش شغلنا السنتين. احنا المفروض يفترض أن كانت مع نهاية شهر 6 كان يكون عندنا اجتماع، بجماهير النادي المنتسبين لنادي الأهلي لتوضيح الرؤية كاملة. كويس، ولكن نظرا لظروف عدم التجمع، وهذا قرار صادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة ان التجمعات داخل الأندية هذه في فترة كورونا فترة كورونا. ونحكي لك انا من قبلها من الانتخاب كان من الانتخابات احنا من الانتخاب لينا سنة توا بالضبط. كويس، سنة لينا سنة يفترض يكون في اجتماع الجمعية العمومية فعلا كلامك مضبوط، لكن نظرا لظروف المرض هذا ان احنا ما قدرناش نتمكنوا نجمعوا الناس ونوضحوا لهم الصيف. حتى وضع الميزانيه باش يكون واضح مع الجماهير نادي الاهلي، الميزانيات سواء الميزانيه التصويريه او التقديريه كانت تنعرض في للجماهير نادي الاهلي، لكن الله غالب. واحنا لما نتكلموا على ظروف حاولنا ان احنا ندرسوا الميزانيات من اللي قدموها مجلس الاداره وتابعنا، وعندنا انسان مالي معانا في الجمعيه العموميه متابع للميزانية. حنجي للميزانية كابتن. لما كان تم انتخاب الجمعية العمومية كانت هناك الكثير من المهام، خلينا نقوله انت كلمتني وقلت لي من اهم مهامنا ان احنا نتواصلوا ونعملوا بشكل أكيد مشترك أكيد مع أكيد مجلس الإدارة، ولكن من المهام الاخرى ان النادي حتى الان مع انتخاب الجمعية العمومية كان يعول على الكثير من النقاط الاخرى بما فيها مثلا تثبيت او اعاده انتخاب لمجلس اداره جديد، تعديل الكثير من النقاط في النظام الاساسي وغيرها من الامور اللي كانت من الاهداف، ومنها زي ما نتكلموا على جانب الميزانيه كابتن، كان هناك مثلا الحديث عن ديون، هل سلكت هذه الديون وانتهت من مجلس الاداره الحالي وغيرها من النقاط المهمه. احنا لو بنخش ونغوص في الجانب هذا طبعا تبعدوا على المناسبه، لكن نحب نوضح نقطه مهمه، ان مجلس الاداره لنادي الاهلي قدمت الميزانيه بتاعها من 2016 تابعناها احنا من 2016 لحد 2019، طبعا 2020 التقديريه ما زال اعتبرناها ان ما فيش نشاط رياضي، ما فيش هذاك البرنامج اللي تخدم به الاداره في جميع الالعاب نحكي اللي كانت المصروفات وكذا، لكن كان في تعاون كبير من مجلس الاداره الحقيقه، يعني الانسان هذه امانه في رغبته، ومن حق كل جماهير نادي الاهلي انها تعرف شن يدور في ناديها، و يعني برنامج كامل على نادي الاهلي من حقها من خلال الجمعيه العموميه كتوضيع. لكن الحمد لله انه كان في تعاون كبير من مجلس الاداره، وحاولوا لنا كل الميزانيات اللي طلبناها احنا ودرسناها، ومعانا مراجع قانوني رسمي
اشتغل معانا ومع المالي في نادي الاهلي والمستشار المالي بتاع اللي مكلفاته مجلس الاداره وجمعنا كل المستندات والحمد لله ان احنا اول نادي على مستوى ليبيا قدمنا الميزانية بتاعنا في الهيئة العامة للشباب والرياضة وهذه موجودة عند الدكتور بشير. كويس، نقوله تو النادي بدون ديون وصلت الحمد لله ان احنا كل الاشياء واضحة عندنا من خلال الميزانية اللي قدمناها. كل سؤال يطرح من اي انسان ينتمي لهذه المؤسسة من حقه يعرف احنا مستعدين في اي لحظة. كويس. بس الله غالب الظرف اللي الان موجود من مر ما حاولناش نجمع جماهيرنا ان احنا نعرض عليهم الميزانية. ماذا عن رؤية مجلس الادارة في مستقبل النادي؟ هل ستمنح يمنح مجلس الادارة فرصة جديدة الان؟ اقصد هنا عن الجمعية العمومية كحضراتكم، ممكن يمنح المجلس الحالي للادارة فرصة اخرى للاستمرارية؟ والله لا، هذا يتوقف على الانتخابات القادمة يعني. طبعا هذه حق الجماهير الرياضية من تختار القائمة اللي تنسبها، لكن احنا نعرف ان الانتخابات بعون الله في المدة القريبة القادمة يكون في انتخابات مبكرة في نادي الاهلي نظرا لانتهاء فترة عمل مجلس الادارة حاليا. يعني نعرف ان يوم 16/1 يكون منتهي الفترة الزمنية بتاع مجلس الادارة، وهذا يعطي ان احنا لابد يكون في استعداد بكري بحيث نعطي فرصة للمترشحين للانتخابات القادمة. كويس، مجلس الادارة شن الموجود حاليا بقيادة الكابتن ساسي بوعور، شن وجهة نظره باعتبار قربكم منها زي ما تحدث؟ يعني عندهم نوايا في الاستمرار، ممكن يستمروا كما هذا المجلس يمنح ثقة مثلا؟ والله هو الرغبة موجودة. مش نقولوا ما فيش رغبة، لمسنا ان في رغبة. وممكن احتمال ان الناس بدت تعطي ثقة كبيرة في مجلس ادارتها، وهذا يتوقف على هي هل تستمر ولا تستمر من خلال الانتخابات. طبعا احنا كطرف محايد جمعية عمومية نحاول نسقوا لاعداد انتخابات، وهذا من صلاحياتنا وكذلك من صلب عملنا. كويس، نسالك سؤال صريح كابتن، في من يشوف فيكم انكم كموجودين الان في الجمعيه العموميه انكم محسوبين على الاداره؟ انا محسوب على الاهلي. انا محسوب على الاهلي، وليس انا عمري ما كنت في حياتي انني محسوب على شخص ما في نادي. انا اشتغلت كاداري داخل النادي، اشتغلت كاداري لفريق كرة القدم، لعبت الكورة، يعني هذا النادي ما فيش داعي من اي شخص انه هو يتوقع انني ننتمي لاشخاص. انا ننتمي للمؤسسة اللي تربيت فيها واللي كبرت فيها واللي المفروض انني نعطيها دمي في سبيل انني نوفيها حتى بجزء بسيط من جميلها السابق اللي علينا. كويس، احنا كرياضيين يعني لكن انت الان في منصب اعتباري كابتن. انا تو الان في منصب اعتباري. في منصب اعتباري يحتاج انك انت تكون بكامل المهنيه في التعامل، والمصلحه زي ما تكلمت حضرتك مصلحه النادي، مصلحه أكيد النادي مصلحة اللي بترابس. النادي اكيد. مقتنع بان ما قدم مثلا من خطه عمل سابقه، انت قلت لي من 2016 اعتقد كل الاوراق، بان مجلس الاداره الموجود حاليا هو مجلس قدم كل ما يملك للنادي؟ والله اقل حاجه في السنه هذه، يعني السنه الاخيره هذه حسيت ان في فعلا ما في ناس ما تعرفش يعني بعض التفاصيل باعتبار انك انت يعني عندك في نوع من المصداقيه في الشغل. يعني حسيت ان تابعت عن قرب، طبعا كنت من مترددين على داخل النادي بحكم اني رياضي قديم، بحكم اني رئيس رابطه قدام الرياضيين، لكن كتفاصيل داخليه معمقه داخل الاداره ما كانش عندي رؤيه. تو من خلال السنه اللي نشتغل فيها طبعا انا حسيت انه في فعلا شغل يقدم من خلال مجلس الاداره، مش لكون ان احنا يعني عمليه خوف من الجمعيه العموميه وفي ناس تراقب، لا، لان سير العمل كان يفترض يكون
من الصعب في الصبا، حتى في الصبا كان يفترض يكون ما فيش عمليه ارتجاليه، في خطه معينه تشتغل عليها مجلس الاداره. لكن الجماهير تنتقد في عمل الاداره حاليا ما نقدرش نقيمه كابتن، احنا في وضع واقف كل شيء، يعني ما فيش نشاط. اكيد نهاية. اكيد الجماهير ما كانتش راضيه على عمل الاداره في السابق، لان ما كانش مجلس الاداره ما كانش مهتم بالبنيه التحتيه، ما كانش في شيء واضح للجماهير. لكن الان من خلال سنه تقريبا الجماهير تتابع في داخل النادي، تابع ان فيه نشاط، في حركه غير عاديه داخل النادي، في منشاته، في ما نقولش راه مساهمه مجلس الاداره عندها نسبه كبيره راه في تطوير الملاعب والمنشات الرياضيه داخل النادي. لان لولا الاداره او مجلس الاداره انه ما يتحركش، ما فيش حد يجيك ويقول لك انا بندير لك حاجه كويس. يعني حتى هم بنعطوهم حقهم، نعطوا حق الهيئه العامه للشباب والرياضه انه هو ساندنا زي كانديه ثانيه، لكن كنادي الاهلي فعلا استفاده كبيره من المنشآت اللي تو. طيب نسالك، انا عندي كم من الجماهير لما نتكلموا مثلا على جماهير النادي الاهلي بطرابلس، احنا نتكلموا على مليون وما يزيد أكيد على ذلك من الجمهور. وانا بالمناسبه معلش من قاطعك في الكلام، انا ممكن نعتبر وصلت الرقم المليون يعني وضعي في المليون مش قدمت، حصلت كيف نقدم تهنئه بمناسبه 70 يعني رقمي مليون. يعني قبلي مليون الا واحد، فهمت؟ يعني هذه توضيح للراي العام ان قاعده جماهيريه نادي الاهلي لا متين لها. لكن عندك في الجماهير العموميه قداش؟ 12,000 نقولوا 10,000. والله عمليه هديه اشكاليه في الانديه كلها ان الانتساب لازم يقنن، لازم فيه شيء احنا لازم نوظفه، لازم فيه حوافز تشجيعيه. كيف انا نجيب الجمهور؟ كيف نقنع بانك انت تصبح هو نادي الاهلي؟ طبعا نادي كبير في كل انحاء ليبيا كويس، لما تجي لكن لما تجيه للعضويه ما تلقاش حد. وهذه مهامكم كابتن، انا كيف نجيب المشجع ونخليه يصبح مشجع رسمي نستفيد منه في كل في الراي في المدخولات في كل شيء؟ لابد ان تضع سياسه كبيره في داخل النادي، من مرافق، من مقاهي، من اشياء يستفيد بها المنتسب حتى تفرض عليه انه هو ينتسب للنادي الاهلي، حتى تبسيط عمليه التسجيل. انا بنمشي غضوه كابتن في عذرا على المقاطعه، حتى تبسيط في عمليه التسجيل غضوه، بنمشي نرفع صوره، مش عارف ما نعرفش مبلغ ممكن 50 دينار ولا مش عارف قداش باش نتحصل على بطاقه عضويه، وهي بطاقه ما تقدمش ولا تاخر. احنا نتكلموا على قريب على داخلين على سنتين، حتى في اجتماعات مش موجوده. يعني كيف يكون للمشجع يعني نجذبه حتى يكون شكل رسمي ليك انك انت منتمي تحت جمعيه عموميه؟ هذا دوركم اعتقد. اكيد احنا عندنا دور كبير في اصدار البطاقات العضويه، وطبعا مكلفين بها الاستاذ محمد الاسود واللي قايم بشغل كبير، والان ضيف شروع في اصدار بطاقات جديده للانتخابات القادمه. وطبعا في نقطه مهمه في الشيء هذا، يعني البطاقات في البطاقات الرمزيه اللي هي بتاع 20 دينار هذه لكل مشجع اهلاوي يقدر متناول الجمعيه. وعندنا قرار في الجمعيه العموميه انتقادات اعضاء الجمعيه العموميه هو بطاقه 60 دينار اللي هو يحق له يشارك في انتخابات مجلس الاداره وكعضويه رسميه، يحق له يناقش، يحق له وعندنا البطاقة اللي لها ميزة هدية بتاع 300 و500 اللي بتاع المشاركات الخارجية عندها 50% خصومات والتنقل وواحد والإقامة، هذا وضعينا. ما يكونش مثلا في سيستم بسيط من منزلك تكون عن طريق رسالة اس ام اس مثلا على وسائل التواصل ما شاء الله تو موجودة بكثرة، اني بدل ما زي ما تكلمتك اني نمشي للنادي، وفي ناس حتى انت قلت لي في كل ربوع ليبيا في من المشجعين بامكان انه بشكل بسيط انه ينضم انه يكون حاضر في بشكل رسمي في الجمعية العمومية كابتن. اكيد هو البرنامج هذا احنا مدارينه بتوسع،
وهذا يختص مختصين به لجنه اصدار البطاقات، وان شاء الله في شغل كبير من اعضاء الجمعيه العموميه اللي يشتغلوا على هذا الجانب حتى تكون لها رمز البطاقه لها قيمه كبيره. لان بطاقه نادي الاهلي راهي ما هي سهله، بنقولوا احنا نتكلموا عن نادي الاهلي كامجاد كتاريخ كبطولات كنادي عملاق على مستوى ليبيا. كويس. في من جمعيات عموميه يقول لك يفضل انه ما يكون عدد قليل، اقل في 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 تنظيم التجمعات، اقل ممكن حتى في 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 السيطره في بعض الاحيان. لا، بالنسبه لنادي الاهلي راهو نادي الاهلي بناسه بجماهيره عايش على هذا الاساس. قدرنا ان احنا جمهورنا كبير، لابد يكون ليه تقدير واحترام. لازم ان احنا نحترموا هالجمهور هذا، احنا كلاعبين ولا كاداريين ولا نشتغل بجمهورنا بجماهيرنا العريضه اللي داخل ليبيا كلها بصفه عامه. كويس. تكلمنا على موضوع طرح وجهات النظر من دور كذلك الجمعيه العموميه، ان هي تقريب وجهات النظر. اكيد. حتى لو كان ما كانتش في اجتماعات كبيره، ممكن الكثير من الرموز والشخصيات اللي قادره ان هي تقدم الاضافه لمجلس الاداره عن طريق حضراتكم. خضتم الكثير من مثلا من بعض الاجتماعات، هي الاستماع لوجهات نظر كابتن كان فيه يعني مع شخصيات ذات اهميه وقادره ان هي تقدم لكم الراي والمشوره. اكيد احنا طبعا بالناس اللي تنتمي لان مؤسسه واللي تحاول انها تساعد المؤسسه، هذه اكيد ان احنا دائما وابدا في تواصل معها. طبعا احنا شكلنا عده لجان، ومن بينها حتى الناس المنتدى النادي الاهلي اللي يضم خيره الاعلاميين اللي ينتموا لهذه المؤسسه، ناس لها مكانه كبيره في قلوب المشجعين، تشتغل مهندسين كبار حتى في الشغل بتاعهم، هذم كانوا ليهم دور كبير. طبعا عده روابط شكلناها حتى تسهيل عمل مجلس الاداره والجمعيه العموميه. كويس، في اتجاه واحد. ناخذ تو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بطرابلس الكابتن ساسي بوعون. كابتن ساسي، بدايه اهلا وسهلا بك، وكل عام وانتم بالف خير بمناسبه الذكرى 70 لتاسيس النادي الاهلي بطرابلس يا كابتن. اخوي انيس، اهلا وسهلا بك انت والاستاذ انس الدين القاضي رئيس الجمعيه العموميه بالنادي. حاب نهنيكم كل سنة وانتم طيبين، والله يبارك فيكم على التهنئة هذه، وانا خلال هذا المنبر بنهني جمهور الاهلاوي او الشعب الاهلاوي وجميع الرياضيين سواء القدامى او الحاليين او رؤساء الاندية السابقين، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كل سنة الاهلي في بطولات التتويج باذن الله، وكل سنة ما افضل من سنة، وان شاء الله ربي يوفقنا. طبعا تعرف مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالنادي دائما نجتمعوا احنا اجتماعات قبولية، وماشيين في خط متوازي يخدم مصلحة مؤسسة النادي الأهلي. طيب كابتن، في الفترة الأخيرة نشاط وحيوية مجلس الإدارة. سؤالك يا أخي، قلت لك في الفترة الأخيرة شفنا نشاط وحيوية في صفقات وقعت، عبد الله بلعم شفنا على صعيد كرة القدم، البنية التحتية محاولة انكم انتم متابعة مع هيئة الشباب والرياضة لبعض المشاريع، تكريم للعديد من الشخصيات اللي قدمت للنادي وغيرها. طبعا هذا كل اتفاق خلال اجتماعنا السابق مع الجمعية العمومية ورئيس الجمعية العمومية، قدمنا خريطة او جدولة مجلس الإدارة من اولوياتها ان البنية التحتية بالنادي. طبعا كمجلس إدارة قدمنا المظلات بالملعب الرئيسي، وكذلك حتى بعض المدرج الجانبي. نشكر هيئة شباب الرياضة وعلى رأس الدكتور بشير الكنتري طبعا على الوقوف بهذا المجال على البنية التحتية داخل النادي. كذلك التكريم، هذا التكريم طبعا هذا القليل، طبعا احنا قد ما نكرمه تعرف ربما الواحد مستحيل واحد يكرم كله في نفس الوقت. كل مره نختار شخصيه قدمت وساهمت في شخصيات رياضيه قديمه، ساهمت بفاعليه نقول احنا كل مره ان شاء الله ربي يوفقنا احنا والجمعيه العموميه في تكريم الرياضيين والمؤسسين النادي الاهلي. طيب
شفنا تعاقد مع عبد الله بلعم ويقال بأنه هو بداية التعاقدات. طبعا التعاقد طبعا احنا كمجلس اداره وانا كلفت كمال الزروق وبعض خلينا نحكي المدربين المحليين مستشارين معنا بغض النظر عن ذكر اسمائهم عقدنا مع عده لاعبين سوف نعمل عليهم في خلال الاحتفاليه باذن الله حوالي 4 أو 5 لاعبين من دوري ممتاز وان شاء الله قدموا الاضافه واتمنى ان شاء الله تكون هي غدوه بقية. حتكون الاحتفاليه يوم السبت بقى ميادين الجمعه ما يستحقش انك انت تفصح على هذه الاسماء يا كابتن. طبعا صعب الاسماء نفصح عليها من احنا تشاور المجلس الإدارة ونجلس التعاقدات نفس عليهم بالنسبة الاحتفالية سوف ننزل الخبر على صفحة النادي فقط. سكرت علينا الصفحة. يعني ما تبيش تقولنا من هم اللاعبين يا كابتن خالد مجدي نقوله خالد مجدي لا ما نقولش لخالد مجدي لخالد عبد الله ما فيه لا ما قلتش حد أنا خالد في لاعبين موقعين مش من تو من شهر فات وفي من بداية الشهر وفي من شهرين وفي حتى من 7 شهور مسؤول الاداره احنا نخدموا في توقيع اللاعبين رغم ان النشاط واحسن شيء درنا كان مجلس اداره درنا ان بحال في هذه اقامه الدوري ملحق عقد هذا يرحل الدوري للدوري الموسم القادم يرحل العقد لا يفعل العقد الا عند انطلاق الدوري يعني في حال انه ما انطلقش الدوري العقود الجديده مش ملزم النادي انه هو تكون ساريه يرحل الى حين انطلاق الدوري الثاني حين ينطلق الدوري الثاني وبدون مطالبة اللاعب اي راتب كويس والاسماء مش حاب انك انت تقول هي خلاص حتعلن يعني الصفحه كابتن قلت لي وقعت معاهم من شهور ما انت ما ماش فيها طعم ذوق فاش طعم كويس خلاها تكون مع الاحتفاليه خلاص ان احنا خلاص خشينا في الاحتفاليه شو ما زال اقل من 24 ساعه يا كابتن ان شاء الله يوم الجمعه والسبت نان عليهم رسميا ان شاء الله في صفحه النادي الكويتي با كويس بنسالك كابتن عليه اللاعبين كلهم حيكونوا محليين اما لان في بعض الاخبار على بعض الاسماء الخارجيه يعني خارج ليبيا لا رؤيتنا النادي رؤيتنا كمجلس اداره في لو في دوري بنجيبوا لاعبين محليين لو ما فيش دوري المشاركه الافريقيه دور الادوار الاولى التمهيديه بدون الاجانب اسف اللاعبين الاجانب أنت ان شاء الله ربي يوفقنا ونخش المجموعات بعدين نتعاقدوا مع الاجانب مجموعات شنو مجموعات افريقيا وصلكم حاجه رسميه بالمشاركه افريقيا والله بلغوني بالهاتفين وقالوا لي اساس كل يوم يا غدوه على غدوه تطلع رسميا في كاس الاتحاد الافريقي نادي حاج احد اعضاء المكتب التنفيذي ونائب الامين العام صرح في واحد القنوات بالمشاركه الفرق المشاركه في دوري الابطال ودوري كاس الاتحاد الافريقي يعني النادي الاهلي بطرابلس حيشارك في كاس الاتحاد الافريقي هيك سمعنا نعم كويس باي ماذا عن الجهاز الفني الطاقم الفني سمعنا كذلك الكثير من الاسماء اللي ممكن تقود الفريق تسمع هالاسماء لكن الحقيقه قاعد عندنا اسم محلي ان شاء الله وباذن الله والاقرب يكون ممكن رضا عطيه اكثر شيء كان عنده رغبه يجرب هذا النادي وان شاء الله في اليومين القادمين عندنا اجتماع مع رضا عطيه وإذا ربي وفقنا وتم ورضا عنده رغبة في تدريب الأهلي احنا ما عندناش مانع كإدارة النادي الأهلي. طيب أنت توجه للدعوة أم في تواصل مع رضا عطية؟ والله مرة تواصلنا فقط مع قبل ما نسافر كنت أتواصل معه بعدين سافرت ما عادش في تواصل لكن تعرف الانشغال البنية التحتية والاجتماع بمجلس الإدارة وأن هلبا شغال وشغال خاصة طبعا ما عادش التقيت به لكن إن شاء الله من خلال هذا المنبر نقول بإذن الله يكون لك البلاطية إذا عندها رغبة في تدريب نادي الأهلي كويس هذا مؤسسة النادي حتكون في معسكرات تجمعات في الفترة هي ولا مازال ما خططتوش كابتن؟ لا مازال لأن جينا حاجة رسمية وبعدين تجمع الفريق بشكل رسمي ممكن جينا خلال يومين قادمين رسالة رسمية من اتحاد الكرة بعد نوع نجمع الفريق الأول تدريب داخل النادي كويس وشن بعض الاسماء اللاعبين يعني اللي ما زالوا على ذمتكم وهم خلينا نقولوا انهوا فتره الاحتراف او ممكن يجددوا فتره الاحتراف على سبيل الاعاره طلحه رزق زكريا الهريش وغيرهم من اللاعبين
كلهم اللي موجودين عندنا اللي عارف اللاعبين الموجودين في اللعب اللي في خارج ليبيا اللي ماشيين إعارة إن شاء الله يرجعون لنا بدو يرجعوا لناديهم وإن شاء الله يلتحقوا بالفريق خلال الأسابيع القادمة. حتردوهم يعني معاش حتى مدى دو الإعارة؟ لا مدام عندنا مشاركة أفريقية وإن شاء الله حتى الدوري ينطلق نتوقع الدوري ينطلق شهر 11 بعد اجتماعي مع لجنة الكورونا مع اللجنة الاستشارية العلمية اللي بيعطونا موافقة بس أخذ بعض الاحترازات لحماية اللاعبين طبعا. بقى كويس. زكريا الهريش منهم اننا سمعنا في الفترة الأخيرة بأنكم واللاعب قدم حتى عروض مالية انه هو يمشي يحترف في تركيا وانكم لم تسمحوا له بذلك. لا بالنسبة لموضوع زكريا الهريش وافقنا له مقابل عرض مالي للنادي وبيعطي عرض مالي مجزء على 3 سنوات وافقت له وعنده هو ما عندهش رغبة اللعب في ليبيا مع النادي الأهلي تو الفترة هذه كان عندي ظروف وفقت له وقتنا جهزنا له العقد وكل شيء فاخر لاعب متفاجئ يقول نعتذر نبي نرجع النادي الاهلي قلنا له مرحبتين ناديك وهذا ناديك وتعال احنا نوقفوا معك حتى في نساعدوك في بعض الظروف اللي يمر بها اللاعب. كويس. قال انه بيدفع 100,000 دولار مجزأة وبعدين قال لكم انه هو يبي يرجع ما صارش من الاحتراف هيك نفهم. لا طلبنا منه 80,000 دولار مجزء على 3 سنوات يدفع 80,000 دولار. ساعدناه وقدمنا بالتنازلات لان يمر بظروف احنا كاداره نادي نوقفوا مع اللاعب زكريا لاعب مميز وعنده ظروف زي ما قلت لك لازم نوقفوا مع جميع لاعبتنا في عم تتصل لهم مشاكل وظروف احنا كاداره نوقفوا مع اللاعب. طيب. وعرضنا عليه حتى دفعات قلت لك على 80,000 دولار على 3 سنوات. كويس. بعد كل هذا الكلام كابتن نعرفه ونفهمه الان بان النادي الاهلي بطرابلس مع عوده الدوري في حال تم تحديد الدوري سيعود الفريق وهو قابل انه هو يشارك في هذا الدوري لا قبل اجتماع جمعية عموميه ولا شيء. يا اخي بالنسبه لعائله زكريا احنا وافقنا لها زي ما شرحت لك لكن هو في اخر لحظه يقول انا نلغي الاعاره. انهينا موضوع زكريا فهمنا النقطه قلت لك انتم توا مع عوده الدوري لو كان في تحديد لموعد الدوري. ما سمعتكش يا اخوي يعني قلت لك لو تم تحديد موعد دوري مجلس اداره النادي الاهلي بطرابلس موافقه توا. موافق شنو يعني موافق على الدوري انه يرجع الدوري يا كابتن لو في تحديد موعد رسمي للدوري لانك انت ظهرت في حلقات وفترات سابقه وكنت ضد انه يرجع الدوري لحين اجراء الجمعيه اقامه الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم. وهذا وقاعدين احنا متفاهمين الجمعيه بتنطلق في انطلاق الدوري بعد انقاذ الجمعيه العموميه. ايه ونقول لك والجمعيه العموميه صعب اني قادر مع بعض لان ما تقدرش تاخذ وانا حكيت في هذا الموضوع مع بعض مع رئيس اتحاد الكوره وبيان قلت لنا حددنا مكان الجمعيه وصعب انعقاد نقول لك يعني ضد الظروف تمر معناها يبدا دوري يبدا دوري نفهمون كنت موافقين يبدا الدوري وموافقين ان شاء الله موافقين. في من يشوف انك انت قاعد ترتكب في ذات الاخطاء تجيب في ملاعبيه قبل المدرب يا كابتن ما تجيبش المدرب هو اللي يختار مجلس اداره هو اللي يتعاقد. لا اللاعبين هذو معروفين في الدوري الليبي ممتاز حتى غير مدرب يعرفهم مدرب الاجنبي بيجيبه ما يعرف شيء لاعب نستشيره في بعض المدربين الليبيين المميزين في ليبيا في شيء لاعب وقعته الا استشرت مدربين مميزين وسنعنا عليه مدربين هم طلبوا مني عدم ذكر اسماء في هذه الفتره. طيب انت تختار وفقا لكن في مدرب كل مدرب واحتياجاته تكون علاش ما تجيبش الطاقم الفني قبل دقيقه الطاقم الفني الاجنبي سواء بتجيبه كيف بيعرف اللاعب اللي هو بيعرفه انت قلت مش حنجيب اجنبي انت قلت بنجيب رضا عطيه مدرب محلي خلينا في مشاورات مع رضا يعني التقيت به بعد سامي في مشاورات انه رضا عطيه ورضا عطيه اذا وافق قلت لك اذا وافق تدريب الاهلي كويس اسمع فيه الامر صعب رضا لكن احنا بنسلمه به وان شاء الله يوافق منه. طيب بنسألك على في فترة سابقة على موضوع الميزانية وده ما أكده لنا الكابتن نصر الدين القاضي وهو رئيس الجمعية العمومية طبعا قال بأن ميزانية كل ميزانية النادي أقفلت النادي الوحيد اللي قدم ميزانيته 2019 سكرينا
قدمناها للهيئة العامة للشباب الرياضة والمجلس الرياضة طرابلس، وقدمتها للجمعية العمومية، والجمعية العمومية بدورة حالة الميزانية 2019، وأنا قدمت جمعية سنوات 16 و17 و18 و19 حالتها للجمعية العمومية، وإن شاء الله في أول اجتماع للأعضاء الجمعية العمومية وبعد إن شاء الله بعد الجائحة هذه إن شاء الله ربي قريب العاجل نسمو بالجمعية الجمعية وعرضها للجمعية العمومية إن شاء الله. قاعد معناها مجلس الإدارة، أنت تصرح بأنك باقي الآن؟ لا والله ما زال عندنا تعرف التزامات، وسوف المدة القادمة نعمل على انتخابات مبكرة لأن تعرف في عقود وفي مشاريع وفي جيد ما نقدرش نلتزم بأي عقد، وأنا المدة نتاعي ما زال 4 شهور، لازم أي مجلس إدارة المنتخب سواء أنا ولا غيري يلتزم بالتوقيع العقود، إن عندنا مشاريع كبيرة سنعلنها قريبا عاجلا. هي هذه يعني احنا اليوم في ذكرى سعيدة جدا، تحدثت على يعني ما يسعد الجمهور وبعض الانتقالات والانتدابات وبعض العمل كذلك على صعيد البنية التحتية، ماذا بعد؟ شن تخططوا لقدام كابتن؟ إن شاء الله لما... نعم شو بتديروا لقدام مازال مستقبلا؟ مازال يا أخوي أنيس، ما قدرش كل شيء نفس عليه توا، مازال يا أخوي أنيس كل مرة خطوة 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 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. باقي الألعاب في حال إن شاء الله ربك أزاح عنا هذه الغمة، عادة النشاط الرياضي بصفة عامة لليبيا، ماذا عن باقي الألعاب؟ في مخطط لهم كذلك؟ الباقي الألعاب والله ما زال إن شاء الله نستنوا خط لعب لبعض اللاعبين، فريق اليد طالبين الإعارة بنعطيهم إعارة، والسلة هوني محمد سعد أعطيناه شيء إعارة، كل لعبتنا عقودها قاعدة مستمرة، ما زال العقود مستمرة مع إدارة نادي الأهلي، وإحنا بالعكس أي لاعب يجيني يقول لي بإعارة نفرح عليه، خليه يمشي لاعب يبدأ جاهز، وحين يبدأ الدوري يرجع للنادي يبدأ جاهز اللاعب فنيا. واللاعبين هذو اليد والسلة والطائرة ما ناخذوش منهم ولا دينار، بالعكس خلي اللاعب يستفيد ماديا وفنيا. كويس، وباقي الفئات السنية براعة مثلا وشبال على صعيد كرة القدم؟ لا وقفناهم كلها، تعرف انت كان عندنا المدير الفئات السنيه المدرب بدر حامد، وتعرف الظروف اللي صارت كورونا والحرب اللي كان فوقفت، وتو واقفين خاطر جائحه كورونا، انت ان شاء الله بعد ان شاء الله اول ما تنتهي هذه الجائحه ان شاء الله عاجلا ليس اجلا ان شاء الله نباشر بالفئات الفئات السنيه بتدريبات ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لرئيس مجلس اداره النادي. في نهايه نشكر الرئيس انت، لكن انت ما اعطيتناش الاسماء يا كابتن، ميادين راهو زعلان منك يا كابتن، راه تعاقدت معاه ان شاء الله طلبت منك تحت الهواء بعدين تعلم بروح. ماشي يا كابتن شكرا بس. الله يبارك فيك نورتنا اكيد. تعليقك؟ والله كلام مفرح لجماهير النادي الاهلي، الاداره تشتغل وان شاء الله يكون العمل فيه نوع من الجديه، ونطلب من الجماهير طبعا تساند ادارتها وتوقف معها وتحاول انها تدلل الصعاب قدام تنفيذ هذه المشاريع، لان نادي الاهلي مشاريع المستقبليه كان يفترض انه يوضح ساسي ولا غير ساسي اي واحد عضو مجلس، مشاريع كبيره في المستقبليه ومازال ينتظروا الجماهير انها تكون في منشات عملاقه داخل المؤسسه، لان نادي الاهلي بحجم نادي الاهلي وكبر نادي الاهلي وعراقه نادي الاهلي يحتاج لكثير والكثير، واحنا هذا اللي نسعوا له سواء كنا موجودين ولا غير موجودين، احنا جنود لنادي الاهلي، كنا في مناصب ولا غير مناصب، حتى ساسي لو انتهت الفتره بتاعه وكذا انا متاكد مش حيسيب نادي الاهلي، لان عندنا طابع في نادي الاهلي، وان شاء الله يكون كلامي فيه مصداقيه، كل من ينتمي لهذه المؤسسه اراه حب غير عادي للمؤسسه، سواء كان اللي متقلد منصب ولا عادي مش حيتخلى على هذه المؤسسه.
لكن هذا يزيد الحمل كابتن، يعني انت لما تتكلم على وجهات نظر مختلفة محتاجة الكثير من الحكمة أكيد. والكثير من المصداقية في تطبيق كذلك. احنا نعتبره حاليا ما درنا شيء لنادي الاهلي. نادي الاهلي يحتاج لاكثر من هيك حق يعني يعني خلينا وضوح كامل. نادي الاهلي من الاندية اللي يعني مستوى ليبيا يعني في جميع الالعاب، عند الرياضة، عند التتويجات، يمثل يعني مثل القارة الأفريقية، يعني نتائجهم كبيرة، معروف على مثل القارة، فيفترض يكون بحجم الاسم، الاسم كنادي الأهلي، ما هوش هاي الحب. بارك الله فيك كابتن، ونورتنا درجة كبيرة في هذه الذكرى السعيدة اللي حاولنا ان احنا نعرفوا وجهة نظر الجمعية العمومية، وجهة نظر مجلس الإدارة، حتى تكون كامل الصورة واضحة. والله يعني راه نقول لك على حاجة، يعني نتمنى كل الأندية في ليبيا تكون بحجم كبير في تاريخها، في منشآتها، وأنا عندي علاقة كبيرة بزملائي في جميع الأندية. عرفنا انك انت كنت حتى تبي ترشح اتحاد كوره كابتن، رئيس اتحاد كوره. لا 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 ما فيش مشكله، لكن انا حبي للرياضه هذه هي اللي اعطتني محبه الناس في كل الانديه. انا الان موجود في بلد غير بلدي، لكن اللي قايم واللي مساهم في تدليل الصعاب داخل تونس راهو انسان محب لنادي الاتحاد. وتعمدت اني نذكره علي الشبلي، هذا انسان عزيز علي وما رخانيش حتى لحظه، يعني كان دائما وابدا يضلي معي. وعندك شقيقه كابتن انت موجود الان في تونس، ان شاء الله نسال الله له السلامه ان شاء الله. وطبعا هذا نحييه في بالمناسبه ونشكره ونحترمه، لانه هو طبعا انتماء لنادي الاتحاد من حقه ورياضي. هذا هو الدور، هذا الرياضه، هذا الرياضه، هذا الرياضه، محبه محبه، وهذا ما نستفيد منها. أيوة. الصداقات الحمد لله والعلاقات الحمد لله. طبعا ما ننساش دور ناسنا في ناسنا اللي مشجعين نادي الاهلي، كانوا موجودين داخل تونس هنا يساعدونا، وقفوا معنا وتبنوا الموضوع نتاع كول. نذكر منهم الاستاذ ابراهيم البويسي اللي قايم بعمل داخل السفاره، الدكتور هيثم بن شعبان طبعا، والشباب اللي داخل سفارتنا طبعا نشكرهم. بارك الله فيك كابتن، كل عام وانت بخير ان شاء الله، ونورتنا في ميادين من خلال هذه الحلقه الخاصه. شكرا ولا يسعدك بوجودك معنا كابتن. شكرا بارك الله فيك. كل عام اكيد ونادي الاهلي بطرابلس بالف خير. من جديد نوجه رسالة بسيطة للجماهير، محافظة على إجراءات السلامة من أجلكم، من أجل عائلاتكم، من أجل أحبابكم وأصدقائكم، حتى لو كان هناك في الاحتفالات. نتمنى عام سعيد إن شاء الله للمؤسسة ولكل أنديتنا. وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية. تفضل كابتن. نشكر طبعا بالمناسبة الذكرى العزيزة على قلوبنا كأهلاويين، نحب نشكر أولاد النادي اللي قاموا بعمل كبير، رابط مشجعي نادي الاهلي وعلى راسهم دخيل السنوسي والشباب اللي يشتغلوا معاه، كذلك نشكر شكر كبير كبير للاستاذ سفيان الاهلي شوب، محل الاهلي شوب اللي فعلا وفر الغلالات بتاع الذكرى لجماهير نادي الاهلي. ونشكر كل جماهير نادي الاهلي اللي على مواقع التواصل اللي فعلا هنت نادي الاهلي بهذه المناسبه العزيزه. نشكركم انتم. بارك الله فيكم. وبارك الله فيكم على اتاحه هذه الفرصه. الله يسلمك حتى نكونوا من جديد. شكرا بارك الله بارك فيك. بارك الله فيك. وكذلك بدورنا نشكر كل الشخصيات اللي تحدثت عنها. حضرتك اعزائي المشاهدين، وصلنا الى ختام هذه الحلقه الخاصه، نتمنى دائما ان نجتمع في لحظات سعيده على الرياضه الليبيه ككل على صعيد منتخباتنا وانديتنا باذن الله تعالى، ونعدكم بالمزيد من خلال ميادين. شكرا لطيب المتابعه، ونترككم مع هذا النغم للنادي الاهلي بطرابلس. تصبحون على الف خير.